جوتشي البالغة من العمر 29 عاما تعمل في شركة انترنت بمدينة خانجو بشرق الصين منذ عامين، وبسبب القيود المفروضة لم تتمكن من نقل سجلها العائلي من مسقط رأسها الى خانجو، لكنها قادرة الان على الاستقرار في المدينة. بعد ولادة ابني ادركت انه بدون سجل عائلي في هامجو لن يتمكن ابني من الذهاب الى المدرسة العامة والتمتع بالتأمين الاجتماعي المحلي، ستتأثر عائلتنا بأكملها. استخدمت الصين نظام التسجيل العائلي لتوثيق المعلومات الشخصية للمواطنين ومنحهم مزايا محلية منذ العام 1958، لكن الخبراء يقولون ان مستوى التحضر الاعلى يتطلب اصلاحا هيكليا اعمق. تم تصميم هذه الآلية لتعزيز تنمية المدن، ولكن الآن إذا واصلنا اتباع نظام تسجيل عائلي السابق فسيتم حظر التنقل الحر. أعلنت هانجو أنها ستمنح إقامة دائمة للمهاجرين الحاصلين على شهادة التعليم الجامعي، واتخذت مدن أخرى مثل شيئان ووهان وسوجو تدابير مماثلة لجذب المواهب وتحسين التحضر. وقالت الأستاذة تشين إنه من المتوقع استبدال نظام التسجيل العائلي بالكامل في يوم من الأيام، والمدن بحاجة إلى خلق بيئة أفضل لجذب المواهب على المدى الطويل. المدن التي تتمتع ببيئة أكثر انفتاحا وشموليا وفعاليا سيكون أكثر جاذبية للمواهب. إن التسجيل العائلي هو وسيلة محدودة لتحقيق ذلك، وسوف يتبع أصحاب المواهب السوق دائما. مع قيود أقل صرامة ستصبح جوتشي قريبة من السكان المقيمين دائما في خانجو، بيد أنها تتوقع مزيدا من الإصلاحات لنظام التسجيل العائلي الحالي، حيث يمكن أن يستمتع المزيد من المهاجرين بنوعية حياة أفضل في المدن التي يحبونها.